اهلا يا دراغم، عاملين ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. فيديو النهاردة هنرسم فيه رسمة عن المخدرات، فقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا. طبعا هنستخدم قلم اتش بي موجود في كل بيت، مش محتاج اقول زي الفيديو اللي فات قلم اتش بي موجود في كل مكان. طبعا رسمة النهاردة سهلة، فياريت اللي هرسمها يبعت لي على حسابي على الانستجرام هتلاقوه في صندوق الوصف، او يعمل لي منشن على الستوري وهرد عليه. ما تنسوش بقى تعملوا لي فولو على صفحة الانستجرام هتلاقوه في صندوق الوصف، وهتلاقوا برضو الرابط بتاع حسابي على الفيسبوك، روحوا برضو تابعوني عليه. طبعا جبنا قلم اتش بي وجبنا مسطرة، وهنبدأ نعمل مستطيلين قاطعين بعض زي ما انتم شايفين، يبقوا مستطيلين بالطريقة دي. طبعا زي ما قلتلكوا احنا بنرسم خفيف عن يعني مش بنتقل ايدينا، بنخفف ايدينا على الورقة عشان لو غلطنا وجينا نمسح يتمسح معانا، لان لو تقلت ايديك وانت بترسم هتيجي تمسح هتلاقي القلم لسه معلم على الورق. فاحنا قاعدين نعمل اهو حرف الاكس الطريقة دي. دلوقتي هنبدأ نعمل ايد، الايد هتكون عبارة عن خطوط خط الفوق كده، وبعدين نروح لناحية الشمال كده، هتكون دي عبارة عن حقنة، خط مستقيم عبارة عن حقنة اهو زي ما انتم شايفين الطريقة دي اهو. بعدين بنكمل لحد الايد من فوق، نعمل مثلث كده وننزل لتحت ثاني، وبنعدي الحقنة طبعا عشان هيكون ده صباع، فالصباع طبعا هو بيكون اللي ماسك الحقنة، فاحنا بنعدي الحقنة ونعمل الصباع التاني بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. شبه الصباع الأول، وبعمل الصباع الثالث بالطريقة دي. بيكون متني. طبعا بنعمل خطوط كده اللي هي بتكون عند وسط الصباع او الاصبع ويأوله، تدي واقعية يعني الطريقة دي اهو زي ما انتم شايفين. بنعمل الصباع الاخير كمان. طبعا بنبدأ بقى نعمل الصباع الخامس، ان هو هيكون بقى ماسك المضخة بتاعت الحقنة او اللي بيضغطوا عليه عشان يطلعوا السائل اللي في الحقنة. هتشوفوا دلوقتي اهو الصباع الطريقة دي. زي ما انتم شايفين الطريقة دي، بعمل لحد حرف الاكس وبعمل الخطوط اللي بتكون في اخر الكف زي ما انتم شايفين خطوط كده بس تديني واقعية للإيد. دلوقتي هنعمل بقى المضخة اللي انا قلتلكوا عليها بعد ما عملنا الحقنة اهو. الاول هنعمل الابرة كمان، نعمل خطين ارفع من الخطين الدخان، وبعدين نقفلهم، وبعدين نعمل الحقنة.
الإبرة نفسها زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى هو المضخة دي عبارة عن مستطيل كده ودايرة في آخره. طبعا بعمل بقى بمسح الحتت اللي هي اللي كانت الإبرة مخترقة الصباع فيها، وبعمل الصباع نفسه بقى الطريقة دي، وبعمل الضوافر عبارة عن مربع. دلوقتي هنشتغل على حرف الإكس. الطريقة دي اهو. دلوقتي هكتب no to drugs زي ما انتم شايفين، حرف الدي والار واليو والجي والاس، يعني لا للمخدرات. عايز تكتبها بالعربي اكتبها، عايز تكتبها بالانجليزي اكتبها. طبعا ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات لو عندكم افكار لفيديوهات جاية او حاجات عايزيني ارسمها او مشاريع في المدارس عندكم عايزيني اعملها لكم، اكتبولي تحت في الكومنتات. ولو عنده اي استفسار برضو عن الرسم اكتبلي برضو تحت في الكومنتات. معلش بس الفترة دي فترة امتحانات، بس اكيد هفضى وهحاول اعمل لكم كل الفيديوهات اللي انتوا عايزينها. زي ما انتوا شايفين طبعا المستطيل احنا مش بنعمله بالظبط، احنا بنعمل فيه كده تجاعيد او تعرجات عشان يدينا منظر، يعني منظر الخشب كأنه ده خشب، وبنعمل الخطوط بتاعة الخشب زي ما انتوا شايفين الطريقة دي اهو. دلوقتي بقى نجيب ال MHB ونبدأ بقى نتقل على الرسمة. كل ده احنا كنا بنرسم رسم خفيف. دلوقتي بقى بالقلم ال HB او اللي مش عنده قلم HB هيستخدم الاقلام الدرجات لو عندك، اللي ما عندوش ولا قلم HB ولا قلم درجات يستخدم قلم حبر جاف اسود. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. رغم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.